كعادتهن نساء سوريا في إثبات وجودهن بكل مكان وزمان. افتتح بازار للمنتجات الغذائية والمصنوعات اليدوية التي تتميز عن غيرها من المهارات اليدوية أنها من صنع نساء سوريات. تركن منازلهن ولجأن إلى مراكز الإيواء ليغتنمن الفرصة ويقدمن أعمالهن اليدوية. بازار أسعاره تقريبا قريبة من أسعار السوق، بس الريع والمرابح الموجودة بالبازار لمراكز الإيواء، وأكثر المشغولات اليدوية الموجودة هي من أعمال الموجودين والموجودات في مراكز الإيواء. البازار مهم كتير بالنسبة لأي ست بيت أو بالنسبة للأسرة بهالمرحلة هي، يعني فرصة كبيرة إنه يوفر الواحد على حاله، بيجي الواحد بيلاقي كل احتياجاته هون. هذا كله عائد لخدمة المرأة، طالما المرأة مطمئنة على وضعها وعلى وضع الاقتصادي ووضع المنزلي فإن شاء الله سوريا بخير. الزائرون للبازار أكدوا أنه يشكل فرصة للتعرف على إبداعات المرأة السورية وبأسعار تنافس أسعار السوق. البازار حلو كتير، أول شيء بيساعد المواطن أنه يكون تخفيف عبء على المواطن، ثاني شيء بيكون كتير فرصة عمل للسيدات اللي موجودين بمراكز الإيواء. أسعار مناسبة والله، منيحة كتير، يعني في شغلات مناسبة وأسعارها كتير مناسبة. البازار كتير بيدعو للفخر لأنه شغل المرأة السورية وكله أعمال يدوية بإيد المرأة السورية. يعد البازار رمزا من رموز نضال المرأة السورية من خلال إصرارها تقديم كل ما لديها في سبيل مواجهة العدوان الممنهج على سوريا بكل أشكاله وخاصة الاقتصادية. فالمرأة السورية كانت وستبقى رمزا للصمود في جميع مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية.